السلام عليكم خوتي، كي راكم لاباس؟ معكم الحاج شلغومو. بون، راني شفت في انترنت وكل شيء، داروا الناس بزاف بارطاجوا هذوك لي فيديو تاع خاوتنا اللي ماتوا الله يرحمهم، لقاوهم في لي كونتينر موتا في باراغواي. وعلى حسب ما سمعت قال لك حرقوا من صربيا وقيله وراحوا ومن بعد البابور حرقوا في الكونتينر، والكونتينر راح في الترا، ومن بعد الترا حبس وقيله في كرواتيا، ومن بعد حطوا لي كونتينر في بابور من كرواتيا، داك البابور دي مارا راح حتى الباراغواي، لقاوهم مساكين بعد 3 شهور موتا وغير العظوم الله يرحمهم يوسع عليهم على كل حال. ومن هذا المنبر نعزي الاهل تاعهم والحباب تاعهم، ونقول لكم اعظم الله اجركم والله يصبركم خاوتي، وان شاء الله ربي يكون معكم في هذه المحنه اللي راكم تمروا عليها. والله العظيم يا خوتي، امر زعما يحزنني بزاف وغاضتني عمري، ونضريت كي شفت الفيديو، كي شفت التصاور هذوك، والله لا شيء محزن. قد ما تقدر تتخيل زعما ما تقدرش تعيش واش عاشو هما، باسكو صعيبه بزاف بزاف بزاف. تلقى روحك انت مغلوق في كونتينر، والجوع والعطش ياكل فيك، وراك عارف بلي ما كاش زعما الخروج من هذا المأزق، وتبدا تشوف في صحابك ولا اللي كانوا معاك حبابك يموتوا قدامك، باسكو امبوسيبل يكونوا ماتوا كلهم زعما في وقت واحد، راك فاهم. راك تنجم تشوف صاحبك ميت قدامك وانت مازالك على قيد الحياه، وراك عارف بلي راك رايحه تخلص عليك كيما هكاك. صعيبه، ما يحس بها غير اللي مر بها، راك فاهم. فوالا، باش نبداو زعما خاوتي، بغيت نعطي لكم واحد النصائح، وهذه النصائح فري مهمه. شوفوا ديروا في بالكم حاجه، النصائح اللي نعطيهم لكم نقتبسهم من الاكسبيريونس تاعي، من التجربه تاعي. ما حرقتش مره، وما حرقت زوج، وما حرقتش ثلاثه، راك فاهم. يعني ضربت شحال من دوله ومرجعيني وضارب ومرجعيني، راك فاهم. وتعلمت بزاف امور، وهذه النصائح هذو والله العظيم لا كنز، ولازم لازم تاخذوهم بعين الاعتبار. وماذا بيا هذا الفيديو تبارطاجوه خاوتي، باش الناس تدي كيما نقولوا خبره في المجال هذا قبل ما تونجاجي، راكم فاهمين. بون، بسم الله على بركه الله. اولا الحرقه خاوتي ما جاتش شطاره، وما جاتش قفازه، وما جاتش علم وفهامه وكلش، جات مكتوب. واللي ما يأمنش بالمكتوب ننجم نقول له جات، تنجم تقول حظ، راك فاهم، حظ لا شونس. تكون تقدر تكون شاطر، وتقدر تكون مع باليش انايا وما تفوتش، الله غالب كيما هكا الدنيا، يكونوا عندك دراهم وما تفوتش، وقادر غير بالحيله هكا ربي يكتب لك، ولا الحظ تاعك وفقك تفوت. الحرقه ريسك، باسكو ماكش عارف روحك وين راك رايح، وانت توصل واش راك دير، وكل شيء ريسك. الانسان اللي راه باغي ياخذ هذا الريسك لازم ياخذ بعين الاعتبار ربع صوالح مهمه، ربع صوالح حنعطيهم لكم مهمين. هذه تما قليل اللي راه هضر عليهم، ولا ناس يهضر عليهم بصح ماشي مبسطتهم زعما بيا. ربع اشياء مهمه. الحاجه الاولى، لازم يكون عندك تليفون، ولازم يكون عندك تليفون يكون اندرويد ولا اندرويد كيما نقولوا حنايا، ولا ايفون، ولا هذاك اللوميا ويندوز. علاش؟ لازم الشيء اللي يتوفر فيه، الشرط اللي يتوفر فيه التليفون، لازم يكون الباتري مليحه تشد، ولازم يكون فيه جي بي اس، خدمه هذيك الماب الخرائط وكل شيء، ولازم يكون فيه لا ميموار. لازم يكون عندك على الاقل في التليفون تاعك واحد 8 جيجا. التليفونات على كل حال في اوروبا ما يسوى حتى بصله، تقدر تدبر تليفون ب 40 اورو 50 اورو. ولا كنتو جماعه ما راكمش زعما اوبليجي باش كل واحد يكون عنده تليفون، قادر ديروا شويه وتشرو تليفون. يكون كيما قلت لكم، يكون فيه على الاقل واحد 8 جيجا تاع ميموار الداخل. الا ما فيهش لا ميموار، شنو لو كارت ميموار تاع 8 جيجا ما دير والو، دير ربي واحد اورو 3 دبروها. تليفون يكون فيه المابس
ولا الخرائط هذوك جوجل مابس والجي بي اس، ويكون فيه لا ميموار. حاجه الاولى. الحاجه الزوجه لازم تكون عندك لا بيس، تكون عندك بيس. ما يهمش البيس تكون تاع ديك البلاد اللي راك فيها، قادر نقولوا تاع اليونان تكون عندك، غارديها ما تقيسهاش كي تخرج من اليونان. هذيك لا بيس راك راح تحتاجها من القدام في صربيا، وتحتاجها لازم بصح لازم لا بيس تكون حيه، راك فاهم؟ ماشي تصيب لا بيس في الطريق مبلوكيه ولا نو، لازم تكون حيه وتكون في اليونان استعملتها وكان فيها الريزو كل شيء. باسكو لما تخرج البلاد واحده اخرى هذيك البيس راهي رايحه تحكم من الريزو تاع البلاد الاخرى، مالغري ما يكونش فيها الدراهم تقدرش تعيط بها، مي تقبض الريزو الاخر، راك فاهم؟ بون، لازم لك لابيس كيما قلت لكم. الحاجه الزوجه. الحاجه الثالثه لازم لكم الباور بانك. الباور بانك شنو هو الباور بانك؟ هذوك لي شارجور اموفيبل، سيبو باطا كيما هكا وفيها الاي اس بي وهي باتري، راكم شايفينها باور بانك هذيك باتري. هنا في اوروب تنجم تلقى واحد كبير كيما هكا، مامك تكون في صربيا ولا في اليونان ولا في بلغاريا ولا في مقدونيا، تروح المارشي ولا راك في البوسنه حاصل، تروح المارشي تلقاهم يبيعون في المارشي كاع اغلى وحده تلقاها دير واحد 10 اورو 10 اورو، راك فاهم؟ انت شري زوج ما تشريش وحده، باسكو كل حساب كذاب، قادر وحده تخسر لك في الطريق، تتودر لك، ما تشارجيش مليح، فيها ديفو. شري زوج، الا كنتو جماعه كيما قلت لكم تعاونوا وشرو زوج. الباور بانك هذا شيء مهم للغايه، ولازم يكون عندك كابل تاع التليفون اي اس بي باش تشارجي. الا كانوا عندك الباور بانك وعندك وما عندكش الكابل باش تشارجي، تما ما درنا والو، باور بانك ماشي حتفيدك، راك فاهم؟ والحاجه الرابعه ماهيش الصوالح الاولين هما المهمين على الحاجه الرابعه، بصح الحاجه الرابعه مهمه لما تاخذ الريسك كيما خذوا الريسك هاد الجماعه ربي يرحمهم، بلعوا ارواحهم في لي كونتينر. لازم لك الماكله والماء، هذه ثاني مهمه، الماكله والماء كيفاش تدير؟ بلي وانت خمسه تاع ماء، بلي وانت خمسه تاع 5 لترات للواحد، ولا طلعوه معك في التران في الكونتينر، ديرو معك الماء، قسمو يا اخي، ماشي تشرب زوج لترات في النهار، راك فاهم؟ شرب الكاس ولا غوبلي كيما هكا صغير، راك فاهمني؟ هذا يكفيك النهار كومبلي، غير شمخ هكا، شمخ كيما نقولوا الريق تاعك وخلاص، باش ما تموتش. والماكله واش نوصيكم خاوتي؟ شرو العسل الحره، دير واحد 5 اورو ولا باطا كيما هكا تاع نص كيلو، ولا هذاك الغرس تاع التمر، ولا حاجه تكون كيما نقولوا مكسرات حلوه، هذيك كل ما هو النوقة، هذيك عندهم بزاف لهنايا النوقة بالكاوكا وباللوز وكلش. بريميرمون هذو النوقة والغرس والعسل النوقة ما يدوش البلاصة في الصاك، وماشي ثقال، ويغذو مليح، باسكو تسيبهم كيما نقولو حنايا السكريات ملاح للإنسان كيكون مفواياجي ولا فاهم الإنرجي. والماء واش دير؟ أول حاجة قبل ما تروح تحرق، قبل ما تروح تضرب في التران ولا في كوف ولا في كونتينر ولا في البابور ولا تروح تفهم تخزن في كونتينر ولا، واش لازم لك التليفون تكون تعرف تمانيبيليه. كيفاش دير؟ شو تبع مليحه غير غتشوف كيفاش دير تمانيبيلي التليفون تاعك. غتشوف خاوتي فوالا، شوف نعطيكم المانيبيلاسيون تاع التليفون كي دايره. راك شريت التليفون ولا راه عندك تليفون اندرويد ولا ايفون ولا، واش دير هاونا التليفون كيما راكم تشوفوا، اول حاجه كيما قلت لكم كونيكتي كي تكون في صربيا ولا تكون في اليونان ولا تكون في بلغاريا، ولا راك راح تضرب بالتران في كونتينر ولا راك راح تضرب في بابور، ولا حوس على بلاصه فيها الريزو واي فاي، ولا شري بيس فيها الكونيكسيون تاع لي دوني. واش دير؟ روح للمابس، هاي هنا كيما تعرفوها كامل، هاي هنا المابس، ادخل للمابس
الخرائط. بار اكزومبل ناخذ مثال، راك في صربيا هاي وينا بلغراد كما راكم تشوفوا فيها لهنايا، هاي وينا، هاي وينا بلغراد، شوف نقدموا ليها باش تشوفوها مليح، شوف تكليكي عليها، شوف تبع مليح، تكليكي عليها هكا لازم تكون كونيكتي انترنت في قبل ما تحرقه، تكليكي عليها جابت لك بلغراد، تدخل لهنا لتحت وين تخرج لك هذه العفسه، تكليكي لهنا هاي تطلع لك بلغراد كيفاش دايره ومنا والبلاد تاعها. هنا الفوق هنايا الفوق وين تافيشي لك سوا، مانيش نشوف مليح السمش، ورا كاينه الساعه هنايا، ها ما هنا ثلاث شراطي، ها مينا ثلاث نقاط راك فاهم، ادرك عليهم شوف واش تقول لك، يقول لك تيليشارجي ان بلون اور كونيكسيون، و الا كنت دايرها باللغه العربيه تلقاها تحميل خرائط خارج نقولوا مجال التخطيط راك فاهم، تكليكي تبع مليح، على قلت لكم لازم التليفون يكون فيه الميموار، شوف ندي زومو باش تشوفوا، شوف ها هو لهنايا راهو دار لك كاري على الخريطه اللي كبغيتي تيليشارجيها، تيليشارجي انت سي تيليشارجي مثلا لا سيربي، تيليشارجي الدوله كومبلي، ها وينا شوف حتى الحدود، تهبط هنا لتحت ها وينا لوبسيون تيليشارجي، تيليشارجيها تبع مليح، كي تكليكي لهنايا تكون كونيكتي انت واي فاي ولا يكون عندك الريزو تاع لي دوني، تيليشارجي خريطه هذه، قال بار اكزومبل تراك باغي تدخل كرواتيا واش دير، تيليشارجي سيربيا، تعاود دير نفس المانيبيلاسيون، تكليكي بار اكزومبل لهنايا، انا كيما قلت لكم رانا كليكينا بلغراد، دوك نكليكو نكتبوا لهنايا زغرب، شو تبع مليح رانا تيليشارجينا الخريطه تاع صربيا، نديرو زغرب هاي وينا رانا في زغرب لهنايا، شوفوا رانا في زغرب، نكليكو على زغرب، انا دركنا على زغرب، نفس الشيء نهبطوا لهنايا، كي تكليكي لهنايا يطلع لك يلقاوك هذوك الثلاثه اللي في الثلاثه الخطوط اللي قلت لكم عليهم هنا الفوق، هاي وينا تيليشارجي فوالا ان بلون اور كونيكسيون، تكليكي عليه يعاود يخرج لك نفس الكاري، دي زومي ها رانا دروك عندنا كرواتيا كومبلي، ها خرطه تاع كرواتيا كومبلي حتى سلوفينيا راك فاهم، حتى لوتريش الفوق وكلشي، نكليكو تيليشارجي نتيليشارجوها وتكمل بهذه الطريقه، تيليشارجي الدول اللي راك رايح تفوت عليها، الى راك في اليونان تيليشارجي خريطه تاع اليونان، تيليشارجي خريطه تاع مقدونيا ولا تاع البانيا، تيليشارجي خريطه تاع صربيا مونتينيغرو ولا اللي راك فايت عليها، زغرب البوتنا سلوفينيا راك فاهم، الطاليان في الطاليان خلاص ما عندك ما دير بها، كي توصل الطاليان ما يهمكش تيليشارجي خريطه تاع فرنسا ولا تاع الالمان ولا غير تدخل للطاليان خلاص، ولا تدخل لسويسرا خلاص راك فاهم، ثم الحدود مفتوحين تروح بيس ولا الله يسهل، هاد الخرائط كي تيليشارجيهم تيليشارجي نقولوا خمس دول هادو اللي راهم صعاب في ديك الجهه لا هونغري ولا راك فاهمني، تيليشارجيهم يستقاموا لك واحد 5 جيجا كلهم ولا ميم با 5 جيجا بايت، سي بور سا قلت لكم لازم لكم يكون عندكم الميموار، هذا انا كملنا معاه الخرائط خلاص انا كملنا معاه، تيليشارجيهم علاه قلت لكم تيليشارجيهم باسكو من بعد كي تولي تفواياجي راك رايح ما يوليش عندك الريزو تاع الكونيكسيون تاع لي دوني، تولي ما تدخل بين دوله لدوله باش ما تضرش تشري بيس وصوالح وكاع، كيما قلت لكم بيس ميم تاع اليونان تنجم تمشي بها باش تعطي لك لا لوكاليزاسيون بزاف امور راك فاهمني، باش لوكاليزي لا باش تعطيك فوالا الموقع كيما نقولوا باللغه العربيه، رانا كملنا مع الخرائط، رانا كملنا مع الخرائط، من بعد تولي تحتاجهم تولي تعرف روحك وين راك وراك رايح، الخرائط راهم في تليفونك حتى ما تكونش عندك كونيكسيون انترنت يمشوا، راكم داكور معايا. النقطه الثانيه اللي تمانيبيليها تروح للريغلاج، ها وينا الريغلاج تاع التليفون،
تكليكي على الريغلاج تدخل طيح هنايا في واحد لوبسيون يسموها سيكوريتي. هاي وين هنايا ولا الامان ولا ما على باليش باللغه العربيه كي هو ولا بالانجلي سيكوريتي راك فاهم. تكليكي على لا سيكوريتي هنايا تخرج لك شوف اس او اس دورجونس راكم تشوفوا فيها هذه اس او اس دورجونس. ماذا يعني؟ يعني انه كيما نقولوا ابل دورجونس مكالمه النجده. شوف تكليكي عليها يعطيك هنا لي زوبسيون شنو يقول لك. هذه كاينه كاع في التليفونات تاع اللي في الجدد هادو سمارت فون كيما نقولوا هنايا. نسيو مانيبيلوها هذه العفسه. شوف نبلعوا تليفون هاو تليفون مبلع كيما راكم تشوفوا راه مبلع. ها نبغي نفتح التليفون تاعي. شوف هاو نفتح نعاود نبلع باسكو فيه الريكونيسونس فاسيال. فوالا ما عليناش راه المهم التليفون نديروه نفترضوا مثلا راه فيه الكود درك ما بغاش يخدم لي ما عباليش علاش. نديرو مثلا فيه الكود التليفون هذا راه مبلع بالكود كما راكم تشوفوا موش مبلع لهنايا. نديرو التليفون مثلا راه مبلع بالكود واش دير؟ شوف ها القفله هذه اللي تطفي وتشعل هاي وين هنايا. شوف نكليكو عليها تبعه وحده زوج ثلاثه اربعه خمسه ما جاتش. نكليكو رابيدمون وحده زوج ثلاثه اربعه خمسه فوالا. شوف شو التليفون واش دار دروك تك شو شا قال لك. ابل دورجونس انفورماسيون اون كا دورجونس ديالك بوليس بومبي امبولانس. هاد لوبسيون تخدم شو لهنا ديالك لهنايا لوبسيون كيتي راك فاهم. هذه لوبسيون علاش قلت لكم هذه مليحه. نعاودو نخرجو هذوك دار لي التليفون الكود راك تشوف بالكود مالغري راه مبلع. تلقى لهنايا لتحت ابل دورجونس هاي وينه ولا الا ما كانتش كاينه كيما قلت لكم دخلوا للريغلاج تاع التليفون وريغلو هذه العفسه. شوف تكليكي خمس مرات على القفله اللي تطفي وتشعل لهنايا. ها وحده زوج ثلاثه اربعه خمسه ها ديماري اوتوماتيكمون. هذه فيها تنفعكم هذه خوتي هذه راح تنفعكم لو كان تلقى روحكم كوينسي في كاش كونتينر ولا حصلت خلاص ما عندك حتى حل واحد اخر وراك شايف باللي راك بين الحياه والموت يكون عندك التليفون. وعلاش قلت لكم تكون عندك الباور بانك باش على الاقل تحافظ على التليفون تاعك يكون مشارجي. ومو كاع الا توضرت 15 يوم 20 يوم في الغابه ولا وخلاص خلاص بك الظروف ولا تبلعوا ليك في كونتينر وحصلت حصله قد راسك راك رايح تنجاب هذه العفسه راك رايح تسلك كيما نقولوا تنقذ حياتك وتنقذ حياة الاخرين بهذه العفسه. وهذه على علم هذه لابيل دورجونس ميم لو كان ما يكونش عندك الريزو تخدم. ميم لو كان ما يكونش كاين الريزو تخدم. نحاولوا تنسيوها بالمود افيون نحاولوا تنسيوها بالمود افيون. شوف كيما راكم تشوفوا لهنايا انا درنا مود افيون. شوف ما باليش اش كتبان لكم ولا لا. المهم كاين مود افيون هاوينا الطياره هذيك. شوف عيب المود افيون لهنايا نسيو تشوف المود افيون وحده زوج ثلاثه اربعه خمسه يخدم ها. سبحان الله شوف يخدم بالمود افيون يخدم راك تشوف مالغريتو هاي تشوف المود افيون لهنايا الطياره وخدام. هذا هو الشيء اللي بغيت نوريه لكم خاوتي. هذه دائما كي تبغي تعيط ها عندك. شوف لي نيميرو ديرجونس ما دروكش حاجه خرج لنا راك تشوف خرج لنا 112 وخرج لنا 911. 112 النيميرو هذا 112 اوروبي لابيل ديرجونس هنا في اوروب تخدم بال 112 وال 911 تخدم في الامريكان ولا فهمني وفي كندا وكاع كيما راكم تشوف راه ميم بالمود افيون وخدام هذا العفسه. هذا هو خاوتي لازم ديروها في بالكم مليح. مثلا لقيت روحك حاصل واش دير؟ ميم راك بالمود افيون كيما وريت لكم كليكي هنايا على 112 تك يعيط ها راه يعيط. شوف
او عيط راك تشوف هذا هو الشيء اللي بغيت نوصل لكم خاوتي. لازم لكم يكون عندكم التليفون ويكون مشارجي ويكون يخدم مليح. هذا هو. وش نقول لكم؟ ربي يسجيكم ويسجي الذرية تاعكم وتكونوا لاباس بكم ونكونوا لاباس بينا ونعيشوا حياة سعيدة ونعاونوا بعضنا بعض. والله يرحم اللي ماتوا واللي راه جايين طريق كيما وصيتكم. لازم ديروا هذه العفسه وخلاص داكور. هيا ديجا الفيديو راه في 20 مينيت خرات كاع. السلام عليكم خوتي. المهم نتلاقاو في ساعه تاع فلافل تاع فلافل. وراني نصور راني مصور بالورديناتور ما على باليش اسكو ليماج مليحه ولا لا. لا صباحتي ديجا كي راه ديري شوف كي داير هنا يدي. شوف الميكانيك كي دير لك. شوف الميكانيك شوف كي تكون تخدم في الوطا كيفاش يصرا لك. شوف الوطا كيفاش يديروا لك دنك. تدبق لا تجي هادينك شوف. اي سلام عليكم.